كاين الخبز حتى هذا ما شاء الله تبارك الله. واحد الطفيله صغيره حتى هو راه كيدوز بالثمن باش كيدوز بالطويرات الاخرين 150 درهم ما نغليوش على مواليد. اخ رشيد راه كيف كانت الطفره كيف كان طاير روعه يعني كيف الثمن بنفس الثمن غنبيعوهم بنفس الثمن ديال الارباح اللي كنربحو في الاخرين. شكرا اخي رشيد.